يقول: إذا كنت توضأ وانقطع الماء ثم عاد مرة ثانية وقد جفت أعضائي، فهل أبني على ما تقدم أم أعيد الوضوء؟ لا، هذا لا يمنع ما دمت على نية الوضوء، ما قطعت النية ولم تتابع الوضوء لسبب انقطاع الماء ثم عوده، لا مانع أنك تكمل. أما إذا قطعت النية فلا بد من ابتداء الوضوء من جديد. نعم.